السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نعملوا واحد المراجعه ديال الوحده الثالثه والوحده الرابعه بالنسبه للقسم الثامنه اعدادي. اذا اول حاجه عندنا vocabulary of theater، يعني الفهرس ديال اللي عنده علاقه مع المسرح، الكلمات اللي كنستعملوا في المسرح. نمبر 2 adjectives to describe feelings، هما الصفات اللي كنستعملوا باش نوصفوا الانسان كيفاش عامل الحاله ديالو، متعب، فرحان، سعيد الى اخره. نمبر 3 places around the town، يعني الاماكن اللي عندنا في المدينه. نمبر 4 edying، ملي كنستعملوا الادجكتيف كيكون عنده ed لمن كنستعملوه و ing لمن كنستعملوه، وغادي نشرحوا هذه النقطه. رقم 5 regular verbs irregular، عندنا regular versus irregular verbs، يعني الافعال النظاميه والافعال غير النظاميه، regular verbs و irregular verbs. نمبر 6 pronunciation of ed، بعض المرات كتنطق هاد ed في الاخر ملي كنزيدو على الفعل، بعض المرات كتنطق د، بعض المرات ed، وبعض المرات ات. 7 negative form in the past، كيفاش غنعملو نيجاتيف في الماضي. 8 نمبر 8 يعني اخر نقطه هي last، فوقاش كنستعملو last و ago و yesterday. اذا غادي نبداو مع النقطه الاولى. اذا بالنسبه للفوكابولري اللي عنده علاقه مع ثياتر، غادي تشوفوا الصفحه 30 عندنا فوكابولري ماتش ذا ووردز تو ذا كوركت ديفينيشن. عندنا كاست، كاست اللي هي مجموعه من الممثلين، مجموعه من الممثلين اللي كيمثلوا في المسرح او لا في مسرحيه، كيتسموا كاست، كيعملوا كاستين. نمبر 2 كوريوغرافي، كوريوغرافي هي الحركات اللي كيديوها، الحركات اللي كيقوموا بها الممثلين. نمبر 3 بيرفورمر، بيرفورمر هي ان اكتر او ميوزيشن او بلايز تو ان اودينس، يعني الشخص اللي كيدي واحد الدور كيتسمى بيرفورمر، المؤدي. نمبر 4 بلوت، علاش كتهضر القصه، كنقولوا ذا مين ستوري ان بلاي كتسمى بلوت. نمبر 5 بريزنتر، اللي كيقدم المسرحيه وكيقدم شي اغنيه، كيقدم شي حاجه، كنقولوا بريزنتر، واحد الشخص اللي كيقدم الاشخاص الاخرين كيتسمى بريزنتر. ذا رول، الرول هو الدور ديال كل شخص. سكريبت، سكريبت هما السيناريو ولا الكلمات ديال بلاي، كنقولوا الكلمات words for a play or a film كيتسمى سكريبت. لتحت عندكم اودينس، كاستمز، لايتين، سيت، ستيج. اودينس هو الجمهور، كاستمز هما الملابس، لايتين هما الاضواء، ست بحال بارامتر، ستيج هي الخشبه. اذا هذا ما كان في هذه النقطه الاولى. بالنسبه للنقطه الثانيه، النقطه الثانيه فيها adjectives to describe feelings، adjectives to describe feelings. غادي تشوفوا معايا الصفحه 33، الصفحه 33 عندنا exercise 4 match the adjectives to the corresponding pictures then listen and check. عندنا adjective to describe feelings، عندنا excited، interested، surprised، worried، exhausted، bored، amazed، annoyed، tired، embarrassed. اذا رقم واحد هي bored، bored كنقولوا ممل، bored ممل. نمبر 2 exhausted، exhausted يعني منهمك باللغه العربيه، شي واحد تعبان بزاف. نمبر 3 interested يعني مهتم. نمبر 4 excited يعني فرحان. نمبر 5 embarrassed يعني خجول، حشومي. نمبر 6 surprised، مندهش، مدهش. نمبر 7 tired، تعبان ولا متعب. نمبر 8 annoyed، منزعج. نمبر 9 يا worried، worried كنقولوا مقلق او حيران، worried مقلق. نمبر 3 places around the town، places around the town غتشوفوا الصفحة 43، page number 43 عندنا places around the town. نمبر 1 عندنا museum هو متحف، museum متحف. نمبر 2 hospital، hospital هي المستشفى. نمبر 3 library، مكتبة، library مكتبة. نمبر 4 petrol station هي محطة البنزين، محطة الوقود فين كنعمرو المازوت ولا ليسانس. نمبر 5 park. نمبر 6 سكوير ولا رومبوان، سكوير. نمبر 7 بنك. نمبر 8 كار بارك. نمبر 9 بوست اوفيس، البريد. نمبر 10 بريدج اللي هي القنطره. نمبر 11 سوبر ماركت، سوبر ماركت اللي هي سوبر مارشي.
Number 4 ED و ING. ED و ING. هنا بالنسبة ED كنستعملوا ED ملي كيكون عندنا people، ملي كيكون عندنا الناس، يعني الأدجيكتيف زائد ED. ملي غتلقاو الأدجيكتيف عنده ED في الأخر كنستعملوه للناس people، وملي كتلقاو الأدجيكتيف عنده ING في الأخر كنستعملوه things or animals، الأشياء أو الحيوانات. إذا بغينا نقولوا المدرسة مملة غنقولوا the school is boring، the school is boring. وإذا بغينا نقولوا أنا مهتم بالرسم كنقولوا I am interested in drawing. I am interested in drawing. إذا interested دائما إذا بغينا نهضروا على الناس كنستعملوا ادي ادجكتيف ادي، وإذا بغينا نهضروا على غير العاقل أو الأشياء كنستعملوا اي ان جي. الفيلم مهم غنقولوا the film is interesting. The film is exciting. The film is boring. The film دائما كيكون اي ان جي. وإذا بغينا نهضروا على الناس كنستعملوا ادي ببساطة. عندنا جوج انواع ديال الافعال، كاين ريغولار فيربس وكاين ايريغولار فيربس. ريغولار فيربس هما الافعال اللي كينتهيو بادي، كاملين الافعال ديالهم كيكونوا ايدي، يعني كتسمى الافعال النظاميه. ريغولار فيربس الافعال النظاميه كاملين هاد الافعال كيكون عندهم ادي في الاخر. وايريغولار فيربس هما الافعال غير النظاميه، الافعال اللي ما عندهمش واحد القاعده محدده، اللي ما نقدروش نتبعوا واحد القاعده ونطبقوها، وانما كاينه واحد لا ليست ديال الافعال اللي خصكم تحفظوها وصافي. غادي نحاول نحط البعض منها. فيما يخص هاد ريغولار فيربس كاين فيها ثلاثة ديال القواعد. كيقول لك إذا كان الفعل كينتهي بـ أي فعل باللونجلي في باس سيمبل كينتهي بـ كنزيدو غير دي وصافي. مثلا لايك لايكد، لاف لافد. فعل كينتهي بـ أ كنزيدو غير دي. وإذا كان الفعل كينتهي بإيكغريك وقبل منه فاول فوايل، قبل من إيكغريك فوايل يا إما كتكون أ يا إما أ يا إما يو هيدا يا إما إي يا إما أو، أي فعل كينتهي بهاد الحروف وبعدها كتجي إيكغريك. فحال مثلا بلاي كنزيدو غير أودي صافي، كنقول بلايد هيدا بلايد. بحال ستاي ستايد. أوكي هيدا. وإذا كان عندنا فعل وقبل منه كونسونانت فحال مثلا ستادي، فحال كراي، فحال ديناي، فحال هاد الأفعال، هاد إيكغريك كنحيدوها كنعملو إي دي. بحال مثلا ستادي كترجع ستاديد، وري وريد، ديناي دينايد، كيري كيريد. أوكي إذا أي فعل كينتهي بإيكغريك وقبل منه كونسونت كنحيدو ديك إيكغريك وكنرجعو أي إي دي. أوكي إذا هادو هما القواعد فيما يخص ريغولار فيربس. و ايريغولار فيربس خصكم غير تحفظو واحد لا ليست ديال الأفعال. أنا غادي نحاول نحط لكم بعض الأفعال كاين اللي هما irregular verbs اللي تحاولوا تحفظوهم. النقطة السادسة كيقولوا لنا pronunciation of ed، يعني أي فعل في الماضي regular verbs كاملين كينتهيو بـ ed، ولكن ما كتنطقوش فحال فحال. بعض المرات كتنطق ت، بعض المرات ed، وبعض المرات اد. بحال مثلا نقولوا he killed he killed. أي فعل كينتهي بـ l، أي فعل كينتهي بـ l كتنطق d في الماضي. ملي كنقول هي كيلد كنقول هي كيلد هي كيلد. اوكي سمايلد سمايلد. اوكي سمايلد كنتها بال سمايلد. هنايا تي مثلا بحال نقول فينيشت فينيشت، فوقاش ما لقيتي اش ولا س واتشت فينيشت توكت. اوكي اذا هاد الحروف ملي كيكونوا هيدا كتنطقوا تي. وبحال هادي بحال مثلا وونتد decided. كاين غير جوج حروف بالنسبه لاي دي، كاين غير جوج حروف تي و دي. و ال هادو كاين بزاف. blamed divided smiled. اذا بالنسبه للنيجاتيف رقم 7 نيجاتيف فورم ان ذا باست، ملي كيكون في الماضي بغينا نعمل نيجاتيف كنعملو دائما didn't. didn't زائد لو فيرب ان انفينيتي، يعني لو فيرب كيكون عندنا مصرف في الماضي في الجمله العاديه. عندنا هنايا I watched a good film، انا شاهدت فيلما جيدا. a good film انا تفرجت فيلم مزيان. اوكي هنايا في الماضي كنقول I didn't watch، كنحيدو هاد الادي كنقول I didn't watch I didn't watch a good film. هنايا في الماضي الجمله عاود عندنا هذا فعل irregular. هاد الفعل هذا هنايا regular حيتاش عنده ادي في الاخر، والفعل اللي هما irregular ما كيكونش عندهم ادي في الاخر. انا I wrote a lesson، انا كتبت درس، انا كتبت درس يعني كتبت الدرس. I wrote a lesson. اذا بغينا نقولوا انا ما كتبتش نقولوا I didn't write. اذا كنرجعوا للفيرب على الانفينيتيف كنقولوا I didn't write I didn't write a lesson I didn't write a lesson. اوكي إذا هاد لو فيرب هنايا كان في الماضي رجعنا الانفينيتيف وكنزيدو عليه ديتن.
اي فعل كيكون عندكم في اودي هنا في الماضي كنرجعوه على انفينيتيف كنحيدو لو غي اودي وصافي. اي بلايد فوتبول، اي ديدنت بلاي فوتبول. اي فيزيتد ماي جراند بيرنتس، نقولو اي ديدنت فيزيت ماي جراند بيرنتس، يعني كنحيدو غي اودي وكقبل منها كيكون ديدنت. اذا اخر نقطه هنايا عندنا لاست و اغاو و يستفال. فوقاش كنستعملو لاست، فوقاش كنستعملو اغاو، فوقاش كنستعملو يستفال. اذا لاست كنستعملو كنقولو بالماضي في اللغه العربيه، كنقولو الماضي، نقول لاست ويك الاسبوع الماضي، السنه الماضيه، مانث الشهر الماضي، ابريل ابريل كنقولو ابريل الماضي، مانداي نقول الاثنين الماضيه، لاست نايت الليله الماضيه الى اخره. يعني اي حاجه في الماضي دائما كنقولو لاست وكنزيدو الكلمه موراها. و اغاو دائما كتجي في الاخر ديال الجمله، كنقولو 2 days ago 2 years ago two... يعني كيعطيونا اجاو اخر حاجه وكتكون هنايا قبل من يعني في الاخر ديال الجمله. اجاو دائما كتجي في الاخر ديال الجمله، كيكون هنا 5 years ago كيعطيونا فراغ، يعني غتكون اجاو هي الاخيره ماشي بحال last و yesterday. yesterday كتمشي مع morning و afternoon و evening، كنقول البارح في الصباح، البارح بعد الزوال، والبارح في العشيه. نقولوا دائما يسترداي مورنين، يعني باش نستعملوا هذه يسترداي خص تكون عندنا مورنين ولا هذه ولا هذه، يعني كيكون ثلاثه الكلمات مورنين افترنون ايفنين، عاد كنستعملوا يسترداي. ولاست سنستعملوه شي حاجه موراها، يعني كيعطيونا الفراغ ويك، يعني باينه ما نقولوش يسترداي ويك، ما نقولوش البارح الاسبوع، دائما كنقول الاسبوع الماضي. نفس الشيء اجاو، اجاو عاود ملي كتكون في الاخر عندنا الفراغ نقطة صافي، ميمكنش يقولوا لاست وميمكنش يقولوا يستدعي، كيقولوا اجاو، يعني باين. إذا هذا ما كان في هذا الفيديو، كنتمنى توفقوا للجميع. اللي ما فهمش حاجة يكتبها تحت التعليق وغادي نعاود نشرح مزيان هذا الشيء. حاولوا تركزوا صافي، راه هذا الشيء ساهل، وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.